استجاب الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف لطلب الاتحاد المصري بتعديل موعد مباراتي منتخب مصر امام غينيا واثيوبيا في الجولتين الاولى والثانيه للمجموعه الرابعه بالتصفيات المؤهله لبطوله كاس الامم الافريقيه 2023. وبناء على طلب الاتحاد المصري قرر الكاف تعديل مواعيد مباريات الجولتين الاولى والثانيه للمجموعه الرابعه بالتصفيات الافريقيه، وتقرر اقامه مباراتي منتخب مصر امام غينيا واثيوبيا يومي 5 و9 يونيو المقبل بدلا من 2 و6 من نفس الشهر كما هو كان مقرر. ورفض الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف إقامة مباراة مصر وإثيوبيا على أي ملعب في إثيوبيا بعد مخاطبة اتحاد الكرة للكاف ورفضه إقامة المباراة هناك. وأوضح مسؤول اتحاد الكرة أنهم خاطبوا الكاف للتأكيد على أن ملاعب إثيوبيا غير معتمدة دوليا، وأرسل الكاف لجنة للتفتيش وتأكد من الأمر قبل أن يرفض إقامة المباراة في إثيوبيا رسميا. عقد إسلام عادل مدير الكرة بنادي المقصة جلسة مع لاعبي الفريق الفيومي وطالبهم بضرورة التركيز في المرحلة القادمة من أجل تحسين موقف المقصة في جدول الدوري بعدما تراجع للمركز المهدد بالهبوط في دوري الدرجة الثانية. وطالب عادل لاعبي المقصة بضرورة بذل الجهد والظهور بشكل مختلف في مباريات الدور الثاني لمسابقة الدوري عما كان عليه الحال في الدور الأول، والذي شهد نزيف نقاط كبير في الموسم الحالي وبات موقفه صعب في المسابقة والمنافسة على البقاء بدوري الأضواء في الموسم المقبل. ويتلقى فريق المقصة الهزيمة من نظيره بيراميدز بهدفين نظيفين في افتتاح مشواره بالدور الثاني لبطولة الدوري. ويخوض فريق المقصة في السادسة مساء النهاردة الخميس مباراة ودية ضد طلائع الجيش لتجهيز اللاعبين البدلاء الذين لا يشاركون بصفة مستمرة في مباريات الدوري. دعب نادي ليفربول الإنجليزي جماهيره عبر وسائل التواصل الاجتماعي بنشر صورة للنجم المصري محمد صلاح ضاحكا، وكتب الفريق الإنجليزي على الصورة: بالتأكيد سيصبح يومكم جميل سعيد ورائع بعد هذه الابتسامة. صلاح بيواصل: صدرت لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدف، وذلك قبل جولتين فقط من نهاية النسخة الحالية من المسابقة، ومن المنتظر أن يقود محمد صلاح ليفربول أمام فريقه السابق تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 14 مايو الجاري على ملعب ويمبلي. تصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان قائمة مجلة فوربس الاقتصادية الأمريكية لأعلى الرياضيين دخلا في العالم، وبلغ دخل ميسي وفقا للمجلة الأمريكية 130 مليون دولار من بينها 55 مليونا مكافآت خلال فترة 12 شهرا المنتهية في أول مايو 2022. ويتقدم ميسي في قائمة هذا العام على لاعب السلة الأمريكي ليبرون جيمس صاحب المركز الثاني، حيث وصل دخله ل 121 مليون دولار، بينما جاء كريستيانو رونالدو قائد البرتغال في المركز الثالث بدخل بلغت قيمته 115 مليون دولار. فاز النجم البرتغالي رونالدو لاعب فريق مانشستر يونايتد بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر إبريل الماضي للموسم الحالي 2022. وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي للمحترفين عن تتويج رونالدو بجائزة لاعب الشهر، حيث سجل 5 أهداف خلال 360 دقيقة شارك فيها مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي خلال الشهر الماضي. وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي يتوج فيها كريستيانو رونالدو بجائزة لاعب الشهر في الموسم الجاري 2022. انطلقت اليوم الجولة العالمية للنسخة الأصلية من كأس العالم لكرة القدم في دبي بمشاركة الحارس الإسباني الأسطوري إيكر كاسياس والنجم السابق لمنتخب البرازيل كاكا، وذلك قبل نحو 6 أشهر من انطلاق منافسات مونديال 2022 في قطر في 21 نوفمبر. وبحسب بيان الاتحاد الدولي لكرة القدم فإن الجولة ستقود الكأس الأصلية للبطولة لزيارة 51 دولة حول العالم كإحدى الخطوات نحو تحقيق هدفه المتمثل في زيارة كل الاتحادات الأعضاء ل 211 مع حلول عام 2030. وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم إن
رحلة هذه السنة ستكون هي الأولى من نوعها التي تزور فيها الكأس بلدان المنتخبات الـ32 المتأهلة لكأس العالم، وستنتهي الجولة في قطر التي ستستضيف البطولة أواخر العام. كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة ليس لديه مانع في التخلي عن خدمات لاعب خط وسط الفريق الهولندي فرانك ديونج خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن برشلونة لن يقبل بأقل من 100 مليون يورو للتنازل عن خدمات ديونج لأي فريق يرغب في ضمه خلال فترة الانتقالات، وذلك بعد أن تحدثت العديد من وسائل الإعلام الإسبانية خلال الأيام الماضية عن وجود رغبة قوية داخل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لضم اللاعب ديونج نجم فريق برشلونة بعدما أعلن المدير الفني الجديد للشياطين الحمر حاجته إليه.